فرصة في المنح الدراسية للطلبة المتدربين بمختلف معاهد التكوين المهني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، يشتكي الطلبة المتدربون بمختلف معاهد التكوين المهني من التأخر في صرف المنح الدراسية وعدم انتظام مواعيدها، وعليه نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لمعالجة التأخر الحاصل في صرف المنح الدراسية للطلبة المتدربين بمختلف معاهد التكوين المهني، علما أن هذه المنح تلعب دورا أساسيا في تغطية تكاليف الرسوم الدراسية والكتب والمواد التدريبية وغيرها من المصارف ذات الصلة، مما يخفف العبء المالي على الطلبة ويتيح لهم الفرصة للتركيز بشكل أفضل على تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. كذلك سيد الوزير، هل لدى وزارتكم والحكومة بصفة عامة الإرادة والإمكانيات للزيادة في عدد هذه المنح والمبالغ المخصصة لها، وكذلك العمل على عدم تكرار تأخر صرف هذه المنح للمستفيدين منها، وشكرا. جواب السيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيد النائب على طرح السؤال. المنح ديال التكوين المهني كانت ديما كتعرف واحد التأخر على عكس المنح اللي كاينه في التعليم الجامعي، فعوض ان تصرف في الوقت ديالها اللي خصو يكون على اقصى تقدير نوفمبر ولا قاعد جنبير، لان كيتقيدوا الناس، كاين اللي كيتقيد شويه معطل، وكيكون واحد العدد ديال كتصرف تقريبا حتى للشهر ديال مارس، وهو شيء غير مقبول. هاد السنه هذه درنا واحد المجهود باش تقدر تصرف قبل العيد للشطر الاول والشطر الثاني، على اساس ان الشطر الثالث كيتصرف بطبيعه الحال في شهر يونيو. هادشي راجع لواحد التراكم ديال المشاكل اللي كاين. اولا انا ملي جيت لقيت ما كاينش المنظومه ديال الرقمنه اللي هي اساسيه. علاش؟ لانه ماشي بحال التعليم العالي التكوين المهني، كاين واحد المؤسسات، كاين اللي تابع القطاعات، كاين اللي تابع المكتب التكوين المهني، وخاص واحد النظام معلوماتي مندمج. دونك اول حاجه درنا هي طلقنا واحد طلب العروض باش نقدروا نطوروا هذا النظام اللي تكلمتكم عليه. ثانيا كاين واحد البيروقراطيه ما يمكنناش نقولوا انها ما كايناش، اللي فيها واحد العدد كبير من المتدخلين، ونحن دابا اليوم بصدد نقل هذا صرف المنح من واحد البلاصه لواحد البلاصه اخرى باش نربحوا على الاقل واحد شهرين ديال البيروقراطيه وديال السير واجي في هذا المجال. ثالثا كنفكروا بكل صدق على انه هذه المنح ما تبقاش فقط عند حاملي الشهادات، لانه التكوين المهني كيستافدوا منه كذلك الناس اللي ما عندهمش شهادات، اللي ما عندهمش الباك، اللي ما عندهمش تقني متخصص، وهذو هما اللي محتاجين المنحه. كاين اللي عنده 6000 درهم في المنحه، وكاين اللي عنده النص ديال المنحه اللي هي 3000 درهم. وبالتالي حنا راه درنا المجهود في الحكومه، راه رفعنا من الميزانيه ومن العدد ب 9% في هذا القانون الماليه الاخر، ولكن ان شاء الله الدخول المقبل غيكون مناسبه باش ننهيو هذا الاشكال اللي هو هنا منذ سنين عمليا منذ ما بدات المنح في التكوين المهني. وشكرا. تعقيب السيد النائب، تفضلوا. السيد الرئيس المحترم، شكرا السيد الوزير المحترم على الجواب ديالكم الشافي والكافي. السيد الوزير، انا غادي نمشي معكم مباشره لمعهد التكوين المهني ديال قلعه الصراغنه. هذا المعهد في الشق ديالو التقني المتخصص فيه جوج شعاب، تسيير المقاولات والبنيه التحتيه الرقميه. كنلتمسوا من السيد الوزير على غرار مدن اخرى وتكوين ومعاهد اخرى باش توسعوا واحد شويه من هاد الشعاب. على مثال اقليم قلعه الصرانه، اقليم فلاحي، تنوع بحال نديروا شعبه ديال المسائل الزراعيه او الطاقه الشمسيه او بحال هاد الامور. كذلك اقليم ديال 600 الف تقريبا ديال السكينه فيه معهد وحيد، ولما لا نفكروا السيد الوزير نديروا مثال في جامعات اخرى بلديات كصدر حال العطاويه تملات، ونديروا فيها شعب اخرى يستفدوا منها الطاقة الشابة اللي كاينة بهذا الإقليم. شكرا السيد النائب.